التقرير المالي. للأسف الشديد ربما غير النقطة بالضبط، نحن نشتغل بمالية المكتب المحلي للعرائش. المالية اللي كيشتغل بها المكتب الإقليمي هي مالية المكتب المحلي للعرائش. للأسف الشديد لأن المفروض أن المكتب إما بالسيارات ديالهم وقت أحيانا كتيري مراسلات راه درهم جوج درهم، ولكنها راه داك درهم جوج درهم راه فاش كتضربها في 5 سنين ولا 3 سنين راه رقم مهم في الحقيقة، ولكن ما كتحتسبش لأنها كتعتبر أنت كدوز عند يعني المكتبة تيري جوج درهم، يعني ما غاديش تسجلها أنتيا في التقرير في المالية. لذلك فالتقرير المالي راه هو نفسه ماليات المكتب المحلي. نتمنى مستقبلا نلقاو شي حل شي توليفة في هذا الجانب، رغم انها صعبه لانه يصعب غالبا المكتب المحلي او المكتب الجهوي في المكتب عفوا الاقليمي يتشكل من اعضاء في المكاتب المحليه، وغالبا داك الاعضاء الفاعلين في المكتب المحلي هم نفسهم يكونون فاعلين في المكتب الاقليمي، وبالتالي راه يتحركون. راه ما يمكنش يقول لك انا غادي نتحرك دابا باسم المكتب المحلي شويه وقف هنا، لا غندوزوا هنا باسم المكتب الاقليمي، حنا نتحرك ونناضي ونشتغل بصفتين معا، وبالتالي راه الماليه هي نفسها ماليه المكتب المحلي، وبالتالي راه المكتب المحلي والامين المال المحلي هو اللي عنده صلاحيه نناقشوها في المجلس المحلي. لذلك فما علينا الا نشكروا المكتب المحلي وماليه المكتب المحلي رغم اننا كنستنزفوها لهم، ولكن ما عندناش حل اخر. هذا هو الانشطه تنظم باسم المكتب الاقليمي، وفي اغلبها تكون باسم المكتب الاقليمي لانه هو الناطق الرسمي والذي يغطي الاقليم جميعا، ولذلك تكون الماليه من جيوب المكتب المحلي.